فك قيده أيها الجندي. تعرف بالطبع أنني يجب أن أقتلك لأنك خائن. الخيانة أحط وأبشع من القتل. اسمع، اقتل هذه الخائنة وسأعفو عنك وأمنحك الحياة. هيا أعطي سيفك أيها الجندي، أعطي سيفك. دع سيفك مكانه أيها الجندي، لن أقتل مولاتي بيرينيس أيها الملك بطليموس. وإذا كنت ملكا شهما وكريما فلا داعي لأن أتوسل إليك لكي تنفذ رغبتي الأخيرة قبل الموت. هل لك رغبة أخيرة؟ ما هي؟ أن تقتلني قبل أن تقتل بيرينيس لكي لا أراها تموت قبلي. لا لا، لن تنال هذه الفرصة. ستقتل مرتين، مرة وأنت تراها تقتل، ثم تقتل أنت. هكذا تقتل مرتين كما أقسمت أنا. اقتلها أيها الجندي، قلت لك اقتلها. لن تعود بيرينيس إلى هذا القصر. لا يا مولاتي، لن أراها بعد اليوم، ليس كذلك؟ أجل يا مولاتي. لماذا تقتل حياته علينا إلى هذا الحد؟ إنها أكثر الأشياء حزنا في العالم. إنني أشم رائحتها، ثيابها بقيت وهي اختفت، ثيابها بقيت وهي اختفت. كأنني أسمع صوتها تناديني. الموتى لا يتكلمون يا مولاتي. إلى أين يذهب الموتى؟ إلى أين؟ لا أستطيع أن أتصور الموت إلا في ذلك المكان البعيد الذي يجد فيه الميت نفسه وحيدا وبعيدا عن أحبائه. توقفي عن البكاء أرجوك يا مولاتي، لا أستطيع أن أراك هكذا. أبكي نفسي، أبكي نفسي، أبكي كل إنسان ولد حتى يموت. يسعدني أن أراك في قومك وقد أصبحت سيدا فيهم. وأنا عهدت نفسي ألا أتذكر هذا الأمر إلا مقرونا باسمك، فبفضلك خرجت من هذه المحنة المريرة سالما، وها أنا ما أصبحت عليه الآن.
سأستغل هذه المناسبة بأن أطلب من جلالتك طلباً أرجو ألا تخذلني فيه. قل ماذا تريد أيها الصديق؟ أسألك الإفراج عن الأسرى، فقد وعدهم جنودي بذلك، وهكذا أضمن لك عهداً جديداً بلا سيل من الدماء. لك ما تريد عزيزي جابينيوس. أيها الصديق، أشعر بأني ميال للكرم هذه الليلة، وأنا أهديك هذا المال وأرجو ألا ترفضه مقابل نصيحتك هذه على الأقل. إن كان بإمكاني خدمتك في المستقبل يا مولاي فلا تتردد في السؤال عني. يا أبناء الإسكندرية، هذه الهبات من أميرتكم المحبوبة كليوباترا، قررت توزيعها عليكم لقاء فرحكم بعودة الملك بطليموس أوليتس إلى بلاده مظفراً. بعد أن تحصلوا عليها لا أريد أن أرى أحداً منكم هنا. أتسمعون؟ أنت هنا؟ مولاتي. طاب يومك يا أنطونيو. طاب يومك. هل يحق لي أن أقول لك إنك أجمل من رأيت؟ وأنت أيضا تبدو وسيما. كيف قضيت يومك بالأمس؟ حدث ما كنت أخشاه. لم أفهم، وكأنك تحدثني بالألغاز أيها القائد. لن أتحدث بالألغاز، وسأكون واضحا معك. عندما أراك أحس بأن شيئاً ما بداخلي قد تغير، وعندما أنظر إلى عينيك أحس بأن قلبي يتوهج، وعندما أسمع ما المضحك في الأمر؟ كنت أحسب أن للجندي مهمة واحدة لا يعرف غيرها وهي القتل، ولكنك تبدو مختلفاً. تبدو لي وكأنك أفسدت الكثير من عقول النساء بكلامك الجميل هذا. لا أقول إلا ما أحس به. لو لم نلتقي، أما كنت قلت هذا الكلام لفتاة غيري؟ كنت أحلم بأن يكون لي حبيبة أقاتل وأموت من أجلها، ولم يحدث هذا إلا معك. أنا لست رجل غواية، بل أنا رجل حرب، وأنا ماض إليها الآن. ولكن الحرب قد انتهت أيها القائد أنطونيو. حربك أنت هي التي انتهت، أما حربي فهي لا تكاد تنتهي حتى تبدأ من جديد. وها أنا مسافر إلى روما غدا. كنت أتمنى أن نقضي معا أوقاتا طيبة، لكن وأنا أيضا يبدو أنني سأعود إلى ولايتي وأنا تعس. لماذا؟ أتساءل، أيمكن أن يكون قدرنا معا؟ مصيري ليس ملكي يا أنطونيو. سأتعود إذن على ألا أفكر بك، لأنك لن تكوني لي. ولكن صدقيني، إن أحببتني ستشعرين بالفخر لأنك حبيبتي. من يدري، ربما يلتقي طريقانا ذات يوم. Thank you.
سفلة القوم، أنتم سفلة القوم، أنتم أيضا سفلة. أطليموس لا ينسى شيئا، كان يجب أن أقتلكم جميعا، لكنني لا أستطيع العيش بدونكم، فأنتم حثالة الأرض، تقومون بأحط أنواع الانحلال بدون خجل، وأنا أحبه، وهذا ما أنقذكم جميعا. هيا رحوا، رحوا بأمان، فهو بطليموس قد عاد قدما للحياة، قد عاد مرة أخرى. هيا عودوا إلى الرقص. هيا لا شك بأنك مغرم بالأميرة كليوباترا يا أنطونيو. لا أعرف يا سيدي، كلما نظرت إليها تنتابني أكثر المشاعر حميمية، ولكنني كلما تقدمت خطوة باتجاهها يتراءى إلي الفشل قبل الخطوة التالية. أحس بأنها تسمو لكي لا أصل إليها. أفهم مشاعرك هذه يا أنطونيو، فهي امرأة من النوع الذي يحب أن يتظاهر بأنه صعب المنال. أتعرفها قبل الآن يا سيدي؟ بالطبع يا أنطونيو، فقد كان لي شرف مرافقتها في روما طيلة أسابيع عدة قبل محنة أبيها هذه، ويومها حضرت عليها الدخول أو الخروج من قصر الضيافة إلا بإذن مني. وما السبب يا سيدي؟ كانت هذه أوامر بومبي، فقد اتفقنا على أنها من ذلك النوع من النساء اللواتي يجعلن الرجل يغامر بحياته من أجلها، وقد خاف من افتتان قادة روما بها، فأمرني بإبعادها عن أنظارهم. ألي هذا الحد ترى عظماء روما هشين وضعاف القلوب أمام امرأة؟ أو لهذا الحد تراهم يتهالكون أمام السخافات؟ لا تدع المظاهر تخدعك يا أنطونيو، فلن ترى في هؤلاء أي شيء سام إلا ما هو قناع للفساد والانحطاط، وأمام امرأة من هذا النوع سرعان ما سيسلم هؤلاء القادة العشاق المنهكون أنفسهم، وخصوصا أمام زهرة برية نادرة الوجود كالأميرة كليوباترا، فهي تحرق كل من يقترب منها. ولا تقل يا أنطونيو أني لم أحذرك. حتى يعود كاري إلى السجن. مولاتي الأميرة كليوباترا، أنا أستطيع أن أعثر على السجين الهاري بكاري الذي تبحثين عنه. ما اسمك؟ اسمي إيميليوس يا مولاتي. وهل تعرف كاري يا إيميليوس؟ أجل، كنا نلتقي دائما في حانة كاستور، وقد تعرفنا هناك. وكيف ستعثر عليه؟ أنا أعرف أساليبه في الاختفاء، وأعرف جيداً الأماكن التي قد يلجأ إليها يا مولاتي.
سأعطيك مهلة أسبوع لكي تلقي القبض عليه. إن نجحت في ذلك فسأطلق سراحك وتصبح حراً، وإن لم تفلح فسأقطع ساقيك من الركبتين. إيميليوس، حاذر، أريده حياً، أتسمعني؟ أجل يا مولاتي، أسمعك. لم يبقى لدينا من الطعام ما يكفي ليوم أو يومين يا كاري. سأتدبر الأمر، لا تقلق. بماذا تفكر؟ أفكر بشراء الطعام طبعا. ومن أين ستحصل على المال؟ اطمئن، لدي من المال ما يكفي. لديك من المال ما يكفي لشراء الطعام الكافي لأسبوع أو أسبوعين، ولكن بعد أن ينضب المال والطعام معا ماذا سنفعل؟ ألا تفكر في هذا يا كاري؟ كليوباترا، كنت سأستدعيك لتشاركيني أحزاني، لأنها أثقل من أن أحتملها وحدي. حتى أنك لا تستطيع أن تخفي حزنك عن موسيقاك. لماذا يا أبي؟ لماذا كل هذا الحزن؟ أنت يا ابنتي. أنا؟ أجل أنت. كيف؟ وأنا أكثر ما يهمني هو أن أجلب السعادة إلى قلبك، وهذا هو سبب ما أنا فيه يا ابنتي. انظري إلى هذا الكرسي، إنه كما ترينه لا يساوي إلا ثمن أخشابه وأجرة صانعه، لكن لأن الملوك يجلسون عليه يصبح كرسياً للعرش، وفي هذه الحالة لا يقدر بالثمن. وهذا ما سأورثك إياه يا كليوباترا، وتجلسين عليه عندما أموت وتتوجين ملكة لمصر. لا تقل هذا يا أبي أرجوك. اسمعيني يا ابنتي، في البداية ستشعرين بالضجر والوحدة، وهذا ما حدث لي ولأبي ولجدي من قبل، لكن مع مرور الوقت ستعتادين، ستطلقين الأوامر وستشعرين بسعادة غامرة لن تحبي سواها. ستقتربين من الشعب وستحبينه، وسيبادلك الشعب حبا بحب، ويدين لك بالولاء والطاعة، وتتمنى بقية الشعوب أن تكوني ملكة لهم، وفي يوم من الأيام ستصبحين ملكة على العالم كله. لكنني لا أرى في كل ما ترويه ما يثير الحزن يا أبي. انتظري حتى أكمل كلامي يا ابنتي. الحاكم مهما فعل لا يستطيع أن يشمل الجميع بعدله، هناك دائما فرصة لظهور أعداء له يجب أن يحتاط منهم، فإذا تمادوا يجب التخلص منهم. لذا أشعر بأنني أرتكب أكبر جرائمي وأنا أنقل إليك هذا الميراث الثقيل. يمكنك أن تنعمي بالسلطة وتتمتعي بأبهة وعظمة الملك، لكن ستدفعين ثمنا غاليا.
الثمن غالبا ما يكون هو راحة الضمير وصفاء الروح. لينعم مولاي الملك بالصحة والعمر الطويل والسلام الدائم. لطيف منك مجيئك للسؤال عن صديق قديم يا بوستيموس، ولتعلم أن الإسكندرية كلها سعيدة بوجودك فيها. أشكرك يا مولاي. إن أحدا لم يقف إلى جانبي في محنتي كما فعلت أنت يا بوستيموس. وأنا رهن إشارتك يا مولاي. أنت تعلم يا بوستيموس أنه لا يمكن بناء حياة آمنة ومستقرة لمن يعانون من أوضاع ظالمة، وأنا أعلم أن لديك من الحكمة والتجربة ما سيساعدنا في تصحيح هذه الأوضاع. لذا أفكر في الاستعانة بتجاربك ومكانتك في روما لجعل الإسكندرية المدينة الأجمل والأعظم والأكثر غناً بين مدن العالم. لن أرفض لك طلباً أيها الملك العزيز، ولن أوفر جهداً في خدمة الشعب مصر الصديق، وسأعتبر ازدهار الإسكندرية منذ هذه اللحظة من الأولويات التي أسعى إليها. ولكنني لا أخفيك سراً يا مولاي، فإيماني بالنجاح في هذه المهمة التي توكلها إلي سيكون ضئيلاً ما لم أقم بالأمور على طريقتي الخاصة، وأن أكون السيد قراري بلا منازع. لك هذا يا بوستيموس. هل أوفر لك سكناً جيداً بكل ما تحتاج إليه في الليل يا بوستيموس؟ أجل يا مولاي، فالجميع يعرف أنني ضيف على جلالتك. في الغد لم يعد الفار كاري إلى الإسكندرية ويسلم نفسه لإيميليوس، سنقتل جميع هؤلاء الأولاد. هيا هيا. قضيت حياتي كلها كي أبني شيئاً، وقد حان الوقت لكي يشاركني به أحد. أملك هذا البيت وعندي هذا المال، وأريد الزواج بك إن قبلت بذلك. تأخرت في عرضك هذا، ينبغي أن لا أصغي إليك، ولكن ماذا أفعل ومولاتي هي التي أمرت بذلك؟ أنا موافقة يا أرباس. هل أستطيع أن أضمك إلى صدري منذ الآن يا إيراس؟ أنت ماكر يا أرباس، تعرف أنني لن أرفض طلبك هذا. خذني بذراعيك أيها المحتال. Thank you.
هل تعتقد بأن ما قاله بريديكاس عن إيميليوس الشرير سينفذ؟ أنا أعرف إيميليوس هذا، إنه لا يقول ما لا يعني قط، ولا يصمم على شيء ثم يعود عنه. وماذا ستفعل إذن يا كاري؟ لن أسلم نفسي إطلاقاً. هذه هدية مولاتي الأميرة كليوباترا لكما. هدية مولاتي تعبر عن حبها لي ولك يا أرباس. لتحمل آلات الأميرة كليوباترا، أتعلمين إن هذا الحب هو ما يعطينا القوة للبقاء ولحب مصر، ولكني أخشى من حبها للمصريين بأن يثير الفتن لدى الإغريق والرومان. كن واثقا من أن مولاتي تعرف كيف تحب وكيف تدافع عن من تحب. أيها الآمر ريكتوس، ها هو الهارب كاري قد عاد. يقول إيميليوس إنه يتوجب عليك إطلاق سراح جميع الأولاد دون أذى. اعذريني يا مولاتي، منذ مدة طويلة وأنا أحاول أن أتحدث إليك حول أمر يشغلني ولم أجد الوقت المناسب لذلك. ما هو هذا الأمر يا أرباس؟ الأمر متعلق بكاري. ما به كاري؟ كاري لم يستهدف قتل مولاتي بالأفعى، ولم يكن على علم بتلك المكيدة التي حاك خيوطها ديون والقائد سيليكيوس وشاركت فيها أختك الراحلة برينيس. حتى إيميليوس ذلك الشخص الشرير لم يكن على علم بتفاصيل تلك المكيدة، ولكنه أوقع كاري في حبائله ابتغاء المال وحسب، ثم جعلته برنيس يبدو وكأنه القاتل الذي يقف وراء محاولة القتل الغادرة تلك. هذه الحقيقة يا مولاتي. ولكن لماذا لم يقل لي كاري ذلك؟ لما لم يدافع عن نفسه؟ لا أعرف يا مولاتي. وأنت لماذا لم تقل لي؟ لم أرد نبش القبور، وكان كاري هاربا فلم أهتم لأمره. ولما تقوله لي الآن؟ لأني أعلم أن هذا الشاب يحظى بمكانة في قلبك. وما الذي تبدل في الأمر؟ كاري الآن في السجن ومصيره يتقرر بين يديك، ولا أريد لك أن تحزني في يوم ما عندما تكتشفين فيما بعد أنك عاقبت أحداً بسبب جريمة لم يقترفها أبداً. كان عليك أن تعلم أنك لن تنجو بفعلتك الدنيئة. أمثالك لا ينجون أبداً يا إيميليوس. ما من رجل بعيد عن إغراءات المال يا مولاتي. أتود النجاة؟ أتود إنقاذ حياتك؟ أجل يا مولاتي. اعترف بالحقيقة وسأعفو عنك. سأعترف وسأقول الحقيقة كاملة، ولكن اعف عني يا مولاتي. إنني أصغي يا إيميليوس. كاري! 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 هيا هيا هيا!
قل لي يا كاري، هل حدث أمر لترحل عن داري؟ على العكس يا تريفينا، لقد كنت كريمة ولطيفة معي إلى الحد الذي كنت أشعر فيه أني أعيش في بيتي. إذا ما الذي حدث؟ لماذا تتركني وحيدة؟ سأرحل عن الأسكندرية كلها، سوف أذهب إلى مكان أنسى فيه الناس وينسونني. لقد كسرت هذه المدينة شيئا ما بداخلي، لم أعد قادرا على العيش فيها. هل سيطول غيابك؟ لا أعلم، لكني سوف آتي لزيارتك كلما أتيحت لي الفرصة لزيارة الأسكندرية. لا يا كاري، لا، فهذا ما نقوله لكل من نحب أثناء الوداع. ستقابلين من يؤنس وحدتك يا تريفينا. لا أحد في الدنيا سيكون بديلاً عنك. أنا أيضاً لا أستطيع أن أتخلى عن رفقتك دون صعوبة يا تريفينا، لكن الحياة لا يمكن أن تكون لهواً بالكامل. عندما أحبك فأنا لا ألهو. اذهب، اذهب وعود متى شئت، سأنتظرك ولن أفتح الباب لأحد سواك. أنا أيضا لن أنساك ما حيت يا تريفينا. حاول أن تعود سالما. أنت أخلس قائداً عاماً للجند، وهذا لم يشعرني بالارتياح، لأنني أعرف من هو أخلس. وأنا أيضاً أعرف من هو أخلس. أخشى أن تكون قد ارتكبت خطأً فادحاً يا أبي. لا يا كليوباترا، لم أخطئ بتعيين هذا الوغد قائداً للجند، فعلت هذا لأنه لم يكن أمامي غيره. أنا لم أعد أثق بأحد من رجالي بعد اليوم، وأخلس واحد منهم، لكن ما يميزه أنه رجل بلا طموح، وأن الشعب لا يحتقره كالباقين. إنه بارع في إخفاء نواياه عن الآخرين. لهذا وضعته بالقرب مني أمام عيني تحسباً للمفاجآت. إذا راقبت أفكار الناس قد يتوقفون عن مفاجأتك.